أكبر لوضع النموذج التنموي الجديد الذي من خلاله سيتحقق العدالة المجالية بعض الشيء. لكن اليوم الحكومة المغربية مطالبة بإعداد الميثاق الجهوي الموسع لتنزيل النموذج التنموي الجديد وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للدولة. نحن لازلنا الآن نشتغل بالميثاق اللا تمركز الإداري الذي صدر سنة 2016، وهذا يبقى غير كافيا لتنزيل نموذج تنموي جديد. كما نؤكد على إذا لم تستطع الحكومة تنزيل هذا الميثاق الجهوي الموسع لا يمكن أن نتكلم عن مواصلة الإصلاح. وكما نؤكد على ضرورة تقييم النموذج التنموي الحالي الذي كان يشتغل على مبدأ تنمية الثروة ومبدأ الاستهلاك. أعلى سلطة البلاد قالت بأن هذا النموذج التنموي فشل في الأهداف المسطرة له سابقا، كالمشاريع الكبرى للمغرب التي وجب تقييمها كالمغرب الأخضر وبرنامج المغرب الأزرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا التقييم وجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما وجب تثمين الاستثمارات التي قامت بها الدولة في هذه الاستراتيجية، كجلب شركات كبرى، استقطاب شركات كبرى كشركة رونو وشركة بيجو الفرنسيتين وشركات يابانية مختصة في الكابلاج. وهذه تعتبر من أهم ما نتج عن النموذج التنموي السابق. كما نثمن الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب بالمعروفة بالأوراش الكبرى كالعمران والبنايات التحتية، طرق، مطارات، محطات طرقية ومحطات السكك الحديدية وكذلك ملاهي. هناك لازدهار الاقتصاد المغربي وجب توحيد الصناديق التي ستعطي أرباح مالية مهمة، يعني وهذا كذلك ينبني على الميثاق الجهوي الموسع الذي تكلمنا عليه. لا بد من الحكومة المغربية أن تصيغه بموازاة مع اجتماع اللجنة التي ستشكل للسهر على ما ورد النموذج التنموي الجديد. كما يعرف الجميع أن النموذج التنموي هو عبارة عن استراتيجية تضعها الدولة من خلال المعهد الملكي للدراسة والاستراتيجيات، لكن وجب أن ينخرط الجميع في النقاش هذا والمتطلبات للنقص من الفوارق الاجتماعية وتعميم الخدمات العمومية كالتعليم والصحة، وكذلك تشجيع البحث العلمي اللي هو دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد والازدهار. لا يمكن أن نتكلم على تنمية اقتصادية واجتماعية دون الاعتماد على المفهوم، يعني المعرفة والبحث العلمي والثقافة المغربية ككل. مما يعني أن هناك وجوب على أن تكون غاية هذا النموذج التنموي الجديد واضحة، بمعنى مخرجات تكون واضحة والمدخلات ديالو تكون واضحة باش ينخاطوا فيها الأحزاب السياسية عبر البرامج الانتخابية اللي كتوضع باش ندخلوا للحكومة. كذلك تنخاط فيه جميع جمعيات المجتمع المدني وهيئة الإعلام من عبر يعني تأطير ديال الشباب، تأطير ديال المجتمع ككل باش يساهم في إنجاح هذه الاستراتيجية اللي غتحطها الدولة. ومن أجل التمحيص في هذا الموضوع أترك الكلمة للمؤطرين الأفاضل باش يزيدوا يمحصوا ويزيدوا ويسعوا دائرة النقاش. والآن كنمرر الكلمة للإعلامي المتميز
ياسين أخريف باش يعني نشرعوا بسميتو. قبل ما ندوز غادي نحاول نشكر كل من رفيق نور الدين سنان اللي ساهم بزاف باش نشجعوا هاد الندوة هذه من خلال الاتصالات التي جراها ومن خلال يعني حتى الموارد اللي سخرها لنا باش نشجعوا هذا النشاط. وكذلك كنشكر الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية على المساعدة المادية والمعنوية ديالو، كما وجب نشكر السيد المندوب الإقليمي على تخصيص القاعة وبخصوص التزامن مع النشاط التي عرفته المدينة، وأعيد أن أشكركم على الحضور. إذن شكر موصول بخلال الأستاذ محمد أحبشان إلى كل أعضاء الشبيبة الشراكية بمدينة العرائش، وكذلك شكر موصول لكل الحاضرين كلهم باسمه وصفته. إذن نجدد الترحاب كذلك بضيوفنا الكرام، نرحب بالسيد يونس سراج، نرحب كذلك بالسيد نوفل عامر، نرحب كذلك بالسيد أسامة وفريد، ونشكرهم طبعا على تكبد على السفر كما قلنا سابقا. وقبل أن أسلم أو أمرر الكلمة لأول متدخل، سأضع يعني أرضية بسيطة لهذا الموضوع الذي كما قلنا له يعني رهانات كبيرة كبار تطلعات الشاب والشباب المغربي. مما لا شك فيه بأن النموذج التنموي المغربي على طول امتداد الفترات السياسية السابقة كان يحظى بتقدير كبير من طرف المؤسسة الملكية، وذلك كان يظهر جليا في كل الخطابات الملكية في مختلف المناسبات، كما أنه كان محط إشادة لعديد من الفرقاء السياسيين في تلك المراحل. وبالنظر للسياقات الاجتماعية والسياسية التي بات يعيشها المجتمع المغربي بمختلف أطيافه، تجلت أساسا في عدد من النقائص والإشكالات والأزمات بمقتضى الحال التي كانت مؤطرة بوعي سياسي نوعي في عقلية كل شاب مغربي ومختلف الفئات. هذه النقائص والأزمات التي شخصها الملك في افتتاح دورة 2017 التشريعية من السنة الماضية بخطابه الذي أقر فيه بأن المغرب بات عليه لزاما تغيير طريقة ومنهجية التنموية، أي أن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي جديد يواكب كل التحديات والمستجدات والأفاق والرهانات، كانت محلية أم وطنية أم دولية، حيث تتحرك أو حتى يعني تتحرك عجلة التنمية من جديد. نتائج وتراكمات هذا الفشل الذي تم إقراره بادت واضحة ومتجلية بشكل لا يدع مجالا للشك، وحيث يعني تجلى ذلك وبوضوح في عدد من المظاهر التي عاشها الشعب المغربي، خصوصا في المطالبة بمجموعة من المطالب كانت سياسية أم اجتماعية أم حقوقية. وبالتالي فاستجابة الملك واستجابة المؤسسة الملكية برفقة مجموعة من المؤسسات لهذه المطالب كانت ملحة، وهو ما تجلى في الدعوة إلى بناء نموذج تنموي جديد دعا له الملك كما قلنا سابقا، ووضع له خطوطا عريضة في آخر خطاب في الخطاب الملكي الذي ألقي بمناسبة الذكرى 20 لتربع الملك على العرش، حيث دعا كما قلنا إلى إحداث لجنة تتطلع إلى بلورة نموذج تنموي جديد. فعن أي نموذج تنموي جديد نتحدث؟ أسلم الكلمة لأول متدخل يونس سراج، وللإشارة هو الكاتب العام الوطني للشبيبة الشراكية، كما أنه عضو باللجنة المركزية للحزب أي حزب التقدم والاشتراكية. إذا أسلم له الكلمة للإجابة عن هذا السؤال الكبير والكبير جدا، أي موقع للشباب في النموذج التنموي الجديد؟ شكرا للشبيبة الشراكية فرع العرائش اللي في الحقيقة تنظم هذا اللقاء
اللي يعتبر بالنسبه لي كأول لقاء لي بعد انتخابي ككاتبا عاما وطنيا للشبيبة الشركية، فستبقى بالنسبة لي ذكرى حتى وإن بقيت في الشبيبة غتبقى عندي واحد ذكرى تاريخية، بأنني كان عندي أول نشاط كان في الفرع ديال العرائش، وحتى هذا بالنسبة لي كنشكر الرفاق ديال العرائش. كذلك أود أن أشكر أصدقائي ورفاقي سنو في العامية العضو اللجنة عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، والرفيق كذلك أسامة وفيد عضو حركة أو كاتب محلي بفاس لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية. كما أشكر الرفيقات والرفاق أعضاء الفرع المحلي للعرائش بالحزب وكل من يشارك معنا اليوم في هذا اللقاء المتميز، والذي سيناقش موضوعا مهما يهم شريحة كبيرة من المجتمع ويهم كذلك الأحزاب الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. فصراحة شبيبة الشركية كمنظمة موازية للحزب اليوم مازال ما بررتش واحد التصور ديالها خاص بها من موقعها أنها منظمة شبابية وكتسمى الشباب، لكن بما أننا منظمة موازية فنحن كذلك جزء لا يتجزأ من حزب التقدم والشركية، وساهمنا في ذلك، ساهمت في من موقعي أولا كعضو المكتب الوطني سابقا وكعضو في اللجنة المركزية للحزب، وكان للحزب تصورا حول النموذج التنموي الجديد قبل أن يصبح اليوم الجميع يتكلم عن هذا النموذج، لأن الحزب كان سباقا أولا في رفع شعار التحدي هو نفس ديمقراطي جديد، وبعدها كان هذا النقاش من بعد لجميع الحزب وأن الحزب أو المغرب اليوم محتاج نفس ديمقراطي جديد، محتاج واحد النموذج تنموي جديد، لأن الفوارق الاجتماعية تتسع والفقر يزيد والوضع كارثي، وبالتالي كحزب تقدمي كان ضروري أنه يساهم في النموذج. دونك في التدخل ديالي غيكون تقريبا تصور اللي ساهمنا فيه جميع داخل الحزب، واللي قلنا فيه مجموعة ديال التدخل. قلنا أولا أن اليوم من أعلى شرطة في البلاد كاين إقرار باستنفاذ النموذج التنموي الحالي لمهامه ومحدودياته، أي أن النموذج الحالي اليوم المغرب واللي تقريبا هذه سنوات ما بقاش خدام. كما قلت وذكرت قبل بأن اليوم كل الحركات الاجتماعية وكل الناس خارجة الشارع إلا وكتقول بأنه اليوم المغرب راه نقدروا نقولوا كما سماها الراحل حسن الثاني في واحد الوقت في 97 السكتة القدمية. اليوم كاينه أزمة فعلا في المغرب، وهي أزمة مرتبطة بمجموعة ديال العوامل وفي مجموعة من المجالات. ما نكذبوش على راسنا نقولوا المغرب اليوم راه بلادنا، لكن نقولوا المغرب اليوم راه على واحد الحافة خطيرة اجتماعية كلنا كنعانيوها شبابا وشيوخا وأطفالا. هذا بعدا كلنا متفقين فيه من أعلى سلطة البلاد جلالة الملك إلى الفاعلين السياسيين إلى الحكومة بنفسها إلى المجتمع المدني، هادشي ما ختلفش. ولكن ما يمكنش اليوم نتكلموا على نموذج تنموي جديد وحنا ما نتكلموش على سبب إخفاق النموذج التنموي الحالي. هذا هو المهم، التشخيص ديال المرض، نشخصوا بعد الحالة ديالنا، علاش خفقنا؟ صرفنا ملايير ديال الدراهم في مجموعة ديال المجالات في مجموعة ديال المشاريع وخفق المغرب في هاد الأمور، فين مشات الفلوس؟ كاين محاسبة، كاين شي أمور، واش ممكن اليوم نقدروا نستافدوا من الدرس من الخطأ اللي خلى اليوم النموذج الحالي يقر الجميع أنه فاشل، وباش ما نفشلوش ثاني في السنوات القادمة، راه سنوات جاية وأجيال، حنا اليوم غنصنعوا نموذج تنموي ديال أجيال المستقبل، يمكن حنا جزء دعنا في واحد النموذج لكن على الأقل سنساهم في مستقبل هذه أو هذا البلاد. أولا شنو اللي خلى اليوم النموذج التنموي فشل؟ غادي نقول بأنه فعلا من بعد الأزمة غادي ندور واحد المرحلة ونبداو مرحلة حكومة التنوع التوافقي أو حكومة التنوع اللي تأسسها السي عبد الرحمن اليوسفي الله يشافيه، واللي كانت الدخول ديالها من بعد الدستور ديال 96. وممكن أن الحزب واحد الوقت كان كيراهن مع وأنا والصديق قبل كنناقشوا الكتلة، كنا كنراهنوا أن هاد الأزمة قبل ما توقع في ديال 97 كنا كنراهنوا أنها من خوف 92، كان الحزب عنده موقف أمني، ومن بعد 96 ومن بعد
تصويت بناء على الدستور 96 يمكن اقتنعت بالقدره انذاك وتشكلت الحكومه اللي كنعرفوها ديال السي عبد الرحمن يوسف. ما نذكروش مجموعه ديال الاصلاحات. واخا انا كنت شاب تقريبا باقي سجين لكن مجموعه ديال الاصلاحات. واتذكر بان عندما تاسس السي يوسفي الحكومه انذاك كان الشعب كله سعيدا طفلا وشابا بحكم انه جا واحد السيد واليسار اللي كنا كننتظروا في ديك المعركه انه الله يقود الحكومه كان انتظارات قويه للشعب. بالفعل كان مجهود دار ما نبخسوش مجهود من بعد من تشكيل الحكومات في المجال الحقوقي في المجال ديال المساواه ديال الاسره في المجال الحقوقي واللي بقات غادا احتاجت هيئه الانصاف والمصالحه من بعد ديال 2000 واعتراف الدوله بالخطا والاعتقالات الجسيمه في السبعينات والستينات والثمانينات. كاين مجال المستوى الاقتصادي حاول ما امكن كان واحد شويه ديال واول مره كنظن بالضبط في المراحل الاخيره من 97 حتى 2010 كانت نسبه لا السي اليوسفي ولا دري الشكو ولا السي عباس الفاسي كانت على الاقل نسبه النمو واللي هي اللي مهمه في البلاد هي اللي كتعطي واحد كتبين لك البلاد تقريبا فين غادا هي على الاقل كانت كتوصل واحد النسبه ديال 5% على الاقل. هاد الامور ما ندخلوهاش الاشكال شنو انه النموذج التنموي القديم اولا راه كنتكلم عليه اقتصاديا كان كيعتمد فقط على واحد نموذج تنموي ارادي كتدخل فيه الدوله فقط انها كانت اقتصاديا كانت كتشجع قطاعات بحال الخطط الاخضر مثلا الفلاحه مثلا في مجال السياحه المغرب وبلد جميل مخطط الاستعجالي اللي دار في 2001 وقام بخطط واحد في التعليم كانت كتعتمد على هذه القطاعات فقط قطاع. الحاجه الثانيه اللي كانت كتعتمد عليها الدوله هو فقط كانت كتعتمد على المشاريع الكبرى وهذا الشيء شفناه في 10 سنوات الاخرى كانت تقريبا في الميزانيه العامه ديال الدوله كانت كتراهن فقط على المشاريع الكبرى مثلا بناء طرق السياره وشفتوا العشريه السنويات الاخيره كيفاش كانت ذكر الرافق بناء مثلا السكك الحديديه المشاريع الكبرى اللي كانت مهمه وتشجع على الاقل خوصصت واحد اللحظه دخلنا في 10 ايام سميتو خوصصت مجموعه ديال الشركات اللي كانت تابعه للدوله باش على الاقل تحل شويه الازمه الاقتصاديه وهذا الشيء اللي طلعت بالنسبه النمو. ورغم ذلك كيبقى داك الشيء ضعيف كان كيبقى ضعيف جاء اجتماعيا وقع مشكل ولات الهوة ما بين الطبقة المتوسطة لأن اللي كان كيوازن كيوازن زمان المجتمع داخل عندك اللي كانت ديك التوازن كانت كتفرضوا لك الطبقة الوسطى هذيك الطبقة الوسطى اليوم بفعل هذه السياسة الاقتصادية والأزمة أصبحت هذه الصراخة كتنهار يعني الهرم من تحت ديال الفقر يتسع وكلت واحد الهوة ما بين الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة والشيء اللي ينتج اليوم على واحد الأزمة اجتماعية خطيرة. كذلك وهذه كنراه ما يتمحل عدم توزيع الأفضل لخيرات البلاد وشفنا هذا الشيء مثلا والدليل على أنه كان ولو أنه كان تنزيل الجهوية ولكن ما تمكنش المغرب اليوم انه فعلا يكون واحد التوزيع عادي للثروه. كتشوفوا اليوم مجالات عده مناطق عده الى مثلا سدينا المناطق الكبرى ديال الدار البيضاء وطنجه والرباط واكادير كنشوفوا مجموعه ديال الجهات اليوم بعيده كل البعد عن التنميه بما فيها العتاديلات شفنا زابوله شفنا جراده في الجهه الشرقيه وهي كتعاني من ازمه ديال الحدود بينها وبين الجزائر واثر عليها بشكل كبير شفنا الحسيمه وحيران الريف شفنا كذلك في الاقاليم الجنوبيه شفنا مجموعه ديال المناطق اللي خلات حركاتها الازمه الاجتماعيه. سياسيا كانت ازمه كذلك ودور السياسي مهم جدا في التنميه او في بلوره النموذج التنموي جديد. اليوم من بعد حركه 20 فبراير اللي كانت حركه شبابيه نضاليه كانت تجمع تقريبا جميع الاطياف السياسيه احنا شاركنا فيها كشبيبه الشبكيه ومجموعه الرفاق والاخوان كانوا ضمن هذه الحركه وهي حركه شبابيه جات نقولوا مع الربع العربي ولكن كانت في المغرب موجوده كانت في اي لحظه غادا تجي كانت تطالب بهذه المطالب اللي سميتو وكانت مطالب مشروعه مطالب محاربه الفساد او دير الاقتصاد راحنا في ازمه او دير الناس راه كتعيش الفقر او دير الصحه في المغرب ماشي هذه او دير التعليم ماشي هو هذا
أو الإدارة إدارة مش هي هذه، هذه كلها رفعتها شباب استجبها الملك بلال في خطاب 9 مارس. ومن بعد مشينا الدستور، كان يقولوا دستور متقدم، بطمح لي دستور أحسن من ذلك، ولكن كان متقدم على جدة مستويات قضائيا على المستوى القانوني على مجموعة ديال الأمور المضامين اللي كانت على الأقل مهم، عطات واحد السلطة شوية للحكومة أنها كتجري مجموعة ديال الأمور، استقلالية القضاء على 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 استقلالية القضاء كانت مهمة. كذلك أزمة الخطاب السياسي هو من بين الأمور اللي خلت اليوم ترتفع الهوة ما بين المجتمع والفاعل السياسي. الحمد لله اليوم أنا كنشوف الشباب وكذا مازال كيتصنتوا لينا الشباب اليوم مقاش قادر كاع يتصنت اليوم الفاعل السياسي، لأن بسبب أزمة الخطاب شباب واعي، يعني كل واعي مازال كيمارس السياسة مؤطر داخل الأحزاب، هذا سؤال، ولكن يمارس السياسة هذا شيء آخر. تقدر يمارسو فيسبوكيا كيكتب كيعبر على واحد الفكر ديالو فيسبوكي، ولكن داخل الحزب أو داخل التنظيم السياسي ما كاينش، وهذا شيء خطير. ولينا كنشوفو اليوم في الحركات الاجتماعية كتخرج تنسيقيات بعيدا عن النقابات وبعيدا عن الأحزاب السياسية، وكيديروا تنسيقيات ديال المجتمع وكيخرجوا. يعني هذا رسالة الفاعل السياسي بأنه مابقاش عنده دور، وبالتالي بأن هاد الشباب هذا اللي ياخذوا زمام الأمور وهذا واحد التنسيقيات ويشتغلوا على أساس المطالب ديالهم، وهذا فقدان الثقة في الفاعل السياسي. وهذا من بين الأسباب ديال اللي كانت هو أزمة الخطاب السياسي، وكنا كنعرفوا سميتو. وأزمة الخطاب السياسي ما كاينش غير ما بين الفاعل السياسي، بل حتى من داخل الحكومة. اليوم كنشوفوا التراشق الحكومي والصراع حول 2021 ومخلين الأمور اللي مهمة ديال البلاد، واللي يمكن شار لها الملك في خطابه ولا خطابين الأخيرين على أنه فعلا الحكومة خاصها تكون جادة وتخلي الصراع السياسي بعيد وتمشي تشتغل فيما هو مهم. وهذا كذلك هذه من بين الأزمات السياسية اللي فعلا اليوم عمقات أزمة ديالها. ومن بين الأمور السياسية كذلك هي العزوف هي الشراء بالانتخابات، هذا كذلك أمر مهم. لكن عارفوا المجتمعات الديمقراطية اليوم لا ديمقراطية بدون الأحزاب السياسية، وين كل شيء واحد يقول لك الأحزاب مابقاش خدامة وعندها دور، تلعب دور الوسيط والحزب ما دير حتى شي حاجة ديال المجتمع. اليوم هروب الشباب اليوم عن السياسة أو الهروب من التصويت هو في حد ذاته زاد من الأزمة، ضاعف الأزمة، حيث ولا اليوم هو انتخاب هو اختيار لمن سيقود مستقبل البلاد. اليوم كنشوفوا العزوف ديروا اللي بغاو ما عندناش مشكل حنا هذا، وديت مشيت ولا ما مشيتش بحال بحال. وكنشوفوا في تجارتنا تونس دور الشباب متفق ما متفقش، رأي سياسي ماشي سياسي، ولكن على الأقل كان دور كبير ديال الشباب أنه هو يوصلوا رئيس دولة. واحد النسبة ديال ما بين 18 و 25 سنة كانت هي الكتلة الناخبة اللي أصرت ولو أن ذاك الرئيس ما كانش مشروع أنه يوصل. اليوم العكس في المغرب، أن الشاب هارب من السياسة وهو الكتلة الناخبة اللي كبيرة في المنظومة الانتخابية، وهذا في حد ذاته كان إشكال حقيقي. وفعلا طلعنا اليوم نخبة غير مكونة، نخبة ضعيفة، نخبة استقرت في البرلمان وعشرت فيه سنوات، ما كاينش تجديد النخب، وكنتكلموا على تجديد النخب، نخبة اللي همها هو فقط امورها الشخصيه، وحنا كنعرفوا هذا الشيء وتكلم عنهم التقارير بين قوسين، تقرير مجلس اعلى الحسابات اللي توا فيه سؤال هو تقرير فقط كما كيقول واحد صحفي اللي دغدغت مشاعر المغاربه فقط. هذا الشيء كنا كنشوفوه، كنا واعيين به كمغاربه. اذا هذه اسباب حقيقيه ادت اليوم الى الانفجار في ازمه قلبيه وظهور حركات احتجاجيه كثيره وكبيره في مجموعه من المناطق، ماشي الرباط، كانت واحد الوقت كتشوف البرلمان احتجاج، اليوم كل حتى الا ما كتشوفيش دابا مع الفيسبوك ملي تيموتوا من الصغرى تناضي، كاين اللي كيناضل دابا على الماء فغا يشرب، كاين اللي كيناضل دابا انا خديت مثلا مدينه ازمور البارح خارجين كيناضلوا الفاتوره طالعه، دونك ولا النظام يومي بشكل يومي، اتساع الفوارق الاجتماعيه كذلك. هذا الشيء خلى هذا الوضع خلى المستثمر اليوم ما كيجيش للمغرب، لان كاينه ازمه سياسيه، عدم الثقه بين المستثمر البلاد كيشكل، حيت ملي كتولي المظاهر الاحتجاجيه كثيره وغليان الشارع المستثمر ما عندو فين يجي يحط فلوسو، كيخاف انه يجي.
ضعف الاستثمار في 4 سنوات الاخيره رغم انهم كيقولوا واحد التحسين مناخ الاعمال والمغرب ترتب وكذا والى اخره، ولكن هذا شيء ضعيف. ولكن الاستثمار الحقيقي والاستثمار اللي يخلق الثروه وهذه الثروه اللي خصها تسعد الشعب، ولكن اليوم ضعف الاستثمار. المغرب ماشي دوله صناعيه 100%، ما عندهاش خيارات ديال البلاد، ولكن حنا كنعتمدوا على السياحه والاستثمار. اليوم الاستثمار ما كاينش، السياحه كذلك قلت بفعل هذه العوامل ديال الثورات العربيه والامن وكذا، خلات اليوم المغرب يعاني ماديا ويدفع تكلفه غاليه اللي خلى اليوم انه يجي خطاب العرش ويقولها بصارح العباره، اليوم يجب ان نفكر في نموذج تنموي جديد. هذا النموذج التنموي الجديد هو اليوم يناقشوا فيه التقدم الشبابي، وركز فيه على 5 نقاط اساسيه الا بغينا هذا النموذج التنموي المستقبل الطموح، وغنذكرهم ركائز اساسيه اللي اعتمدناها داخل حزبنا. كما قلت لكم الشبيبه الشراكيه كانت مساهمه فيها. اولا قلنا كركيزه اولى ان يكون الانسان في قلب العمليه التنمويه. اليوم ما يمكنش دير في قريه نموذج تنموي الا ما كانش الانسان هو القاعده ديال هذا النموذج التنموي. وكيفاش؟ هنا السؤال. الدوله اليوم ولا حكومه خاصها تعيد النظر، وهنا كنا متفقين فيها، هو ان تعيد النظر في واقع التعليم المغربي. اليوم يجب على الدوله ان تستثمر في اقتصاد، وقلناها بالحرف، في اقتصاد المعرفه والتربيه والتكوين والقضاء على الجهل ومحاربه الانيه الاولى. النقطه الاولى الا بغيتي غنكتب على راسي نقول غنجيب شي حاجه وغادي نجيب رونو وغادي نجيب الطياره وكذا، اذا نحاول نسرع ماشي مشكل. دونك النقطه الاساسيه قلنا بان يكون الانسان في قلب العمليه التنمويه، واولها انه يكون عندنا تعليم جيد للمجتمع. قلنا خصنا عندنا صحه سليمه للمواطنين، هذه امور مهمه جدا. توفير دخل قارب للشاب والشابه باننا نجيبوا فرص الشغل ومحاربه البطاله. النهوض كذلك بالمناطق النائيه والجبليه باش على الاقل نقصوا دوك الفوارق سيرتو في دوك المناطق ديال الجبال وهذوك الفوارق الاجتماعيه، وخاصه حنا مقبلين دابا على الشتاء وكنعرفوا الازمات والمشاكل اللي كيعانيين. الركيزه الثانيه من بعد العنصر ديال الانسان، قلنا انه اليوم خصو يكون عندنا نمو سريع ومضطرب. باش تضمن هذا النمو كنعرفوا كاملين ان اي مستثمر للاسف في المغرب اللي كيجي كيعاني مجموعه ديال الاجراءات الاداريه اللي كتخلي المستثمر يهرب. اليوم قلنا بان اول حاجه باش يكون عندنا اقتصاد فاعل هو اننا نضمنوا للمستثمرين الشفافيه والتنافس الشريف والقضاء على كل مظاهر الاحتكار غير مشروع اقتصاد الريع. هذه مهمه بالنسبه لاننا نشجعوا المستثمر اليوم يجي البلاد ويسجل. قلنا كذلك على ان العداله الضريبيه تكبر، خاص تكون عداله ضريبيه. اليوم ما كاينش عداله ضريبيه، كاين اللي كيخلص وكاين اللي ما كيخلصش، الغني ما كيخلصش والفقير للاسف هو اللي كيخلص. هذا هو الاشكال عندنا في البلاد، وهذه في حد ذاتها ازمه اقتصاديه في المغرب. خصها يكون واحد التكافؤ ضريبي. الفقير ماشي مشكل يخلص، راه مواطن ولكن على قد الحال على قدو، ولكن الغني علاش ما يخلصش؟ عنده الثروه وما يعطيش كاع تضاريب الثروه نخلقوها، علاش لا؟ هذه من بين الامور اللي ممكن اليوم نشجعوها. كذلك قلنا التفاف الدوله والمقاولين والنقابات على حوار اجتماعي. اليوم كاين هو كذلك ما بين النقابات، لان اليوم مجموعه ديال المشاكل اللي كيعاني منها الطبقه العامله هي ناتجه عن حوار ما بين الدوله وما بين الطبقه العامله. صحيح يمكن كنزرع لان 5 دقائق بزاف ماشي مشكل. قلنا كركيزه ثالثه هي اليوم تحسين الحكامه وضمان مناخ مناسب لتحسين مناخ الاعمال، وهنا مرتبطه اساسا بالقضاء على كل مشاكل الفساد. وتقرير دريج الطب راه كيبين الامور كيفاش دايره في البلاد والوضع في البلاد. الادارات ولا ما خلات حتى شي حاجه من المؤسسات لا الخاصه ولا العامه تعاني من الفساد والرشوه، وهذه في حد ذاتها جزء مهم اليوم الى فعلا اننا بغينا نموذج تنموي جديد قوي. في النقطه الرابعه ما يمكنش اليوم الا ما استحضرنا، وهذا هو المهم، البعد القيمي والثقافي والمجتمعي. ضروري اليوم نبنيو الانسان الثقافي، نبنيو الانسان اللي كيامن بالحضاره، اللي فعلا انه يمكن، لان المثقف اليوم جزء من هذه التنميه، وما يمكنش البلاد اليوم تمشي بدون ثقافه.
الجزء الخامس والأخير أو عفوا الخامس قلنا وهي اللي اختمنا بها الديمقراطية لحمل المجتمع وهي اللي شرحنا في الأول لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية يجب رد اعتبار الأحزاب الفاعلة السياسية رد اعتبار الفاعل الجماعي راه نقول لكم واحد القضية ونقولها هنا الدولة ساهمت لا في الكلام ولا اليوم في الضرب الفاعل السياسي يكون واضح وهو خطر لأن الوسيط إذا ريبتيه راه ولا إشكال حقيقي حقيقي راه نعيشوا ما يعيشوا الأولى في الدول العربية الفاعل السياسي مهم اليوم في صناعة التغيير في البلاد وقلنا اليوم خاص على الدولة خاص على الدولة أنها تقوي دور الفاعلين السياسيين ومن خلاله تتيم مؤسسات المنتخبة والضمان توازن حقيقي للصورة وكذلك تجديد النخب والدفع بمشاركة الشباب وأنا هذا كان عندي في اللجنة المركزية الحزب وسمحنا نحسب لكم أنا وفل وأن اليوم سنقرر قانون انتخابي جديد على الأقل يضمن هذا تجديد النخب ولما لا تكون ولاية أو ولايتين في البرلمان كان بودي نهضروا أكثر ولكن ماشي مشكل المهم نتفاعلوا فيما بعد وأسس بحكومة وشكرا لكم. إذا شكرا للسيد السراج على هذه المداخلة القيمة وأستسمح منه كذلك لأن سلطة الوقت تعلو علينا جميعا. إذا سأقدم ملخصا بسيطا حول المداخلة التي أدى بها السيد السراج. إذا طرح في مداخلته عددا من التجليات التي عجلت فعلا بإقرار فشلة النموذج التنموي بشكل رسمي وتحدث عن مجموعة من هذه التجليات تحدث كذلك عن أزمة الخطاب السياسي التي كانت من أبرز العلامات التي دلت على أن هذا النموذج التنموي لا يمشي بطريقة سليمة ذكر كذلك الهوة التي أصبحت تفصل بين الطبقات الاجتماعية والتي أدت بشكل كبير طبعا إلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعيين الذي ترتب عنه كذلك مجموعة من التبعات تحدث كذلك عن ضرورة تجاوز التشخيص ولا يمكن لأي أحد إلا أن يتفق معه في هذا الطرح والبحث في مقابل ذلك عن الحلول بدل التموضع والتقوقع في التشخيص الذي لا يمكننا أبدا أن نراوح مكاننا حوله إذا تحدث أيضا أو عرض الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه الحزب يطمح إليه الإطار التقدم والشراكية بطبعا الشكل التشاركي كما ذكر والذي ركز على الإنسان كذات فاعلة وركز كذلك على النمو الاقتصادي الذي له علاقة مباشرة بالإنسان والاستثمار في الإنسان تحدث عن تحسن أو تحسين الحكمة ثم البعد القيمي والثقافي وختم برسالة مهمة جدا وهي الرهان الديمقراطي الذي وجب على كل الفعاليات السياسية البحث عنه وعن تحقيقه. إذا كانت هذه مداخلة السيد السراج نشكره مجددا عليها.